الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما ماذي النافية نافية هيد عند الحجازيين رير حجاز أكتو ذا حال أي كسو غانتهي كالليساء ليساء يولمي هي. إن تقدم واحد أهربرو على اسمه اسمه ولم يسبق على غلا هربرين بإن ولا بمعمول الخبر خبر كمعمول كينا على غلا هربرين إلا ظرفا ظرف حال يهي موية أو جار ومجرور حال يهي موية ولا اقترن أسلحي لسلين الخبر بإلا نحو ما هذا بشارا. وعن قوس وجر لنا واسخ ذي مبتداه يا خبر كان سخي قيبتي أوه الرئيسي حق عمل فلك سدح قيبة يوقيب سميين قيب اسمي رفعينيين خبر كان نسبينيين قيبنا اسمي نسبينيين خبر كان رفعينيين قيبنا الله مضبا نسبة يسوق الدريين قول ذي اسمي رفعيني سي خبر كان نسبيني سأيان كجرني قول ذا سأيا وحيا هيا الله قيب سدح قيب سدح ذا قيب لما كميدو شيء يا مصنف كان أمليني ما أد مهو لكن لما كل شيء أفعال مقاربة كما بحض لي إلى تاي كتاب كينا ساسة أبا ذان تاي إنا يسدع هيدا إلى تاي بل في ريا أفعال مقاربة من يقال لي كما هذا لي وحكا هذا لي أوكلية كان وأخواتها هي الحروف المشبهة بالليسة أفعال مقاربة ودن ويساقتكي يا كما هذا لي ها قيبتا هو رأي أن كنت جرنا اسمي رفعيني يسي خبر كان نسبيني يسي قيبتا اسمي رفعيني خبر كان نسبيني كان وأخواتها يان كسو بحني هل كان يوحو كهذا ليا حروف ليس اللي شبهي سيدا اللي يسايو عمل فلي اسمي غير رفعيني خبر كان نسبيني سيدا دبا حرف عامل من نقون كرومانا عمل فليو حرف انو عمل فلا وولي ما رفعي نسبه عمل فلو مرد عيسو إلا انو فعل شبهه موية حروف تاني اللي يساي شبه هذي سيدا درتي دايو عمل فشي واي هي حروف تاني ليس اللي شبهي ترى آن وأفر سيدا المتبين كقصو مرني لكن مصنف كأنه سيد حبوك هذا ليا إن أيوك تغي إنت النافية ذا سيدا اللي يساي عمل فلي عند العالية وكيلها صباحين متبين قولا سيد سيد تغي وأيو قولا ذا عمل سيا قولي رو عربت كميدوه محوها عالية اللي يرادو عالية قبيل ماها وماشي أي ديغان يوحا يد ماشي سري أي ديغي ينوي حجاز قيب تهذا سري ديغي يد قولا ذا سيئا عمل سيا عربت كلمة عمل سيا سيدا درته سيد تغي أفعال المقاربة وكما خطر سنيد وبكتك محوكا ديغانا يهتاس واسكي دخيش سيد حدي حرفه وكالوكا هذلي سيد حدي حرفه وما يلا يلاتا ماذا حجازيين أي عمل سيا بشروط أربعة صبهين أف سدح شرطي بوشيغة هل بوكتكي سدح أفرت الشرطية يكون عمل فلي وحاوية ماذا اسمي وإنو كحيغايو خبر كي اسمي على النظم المعروف وإنو ويمادا وكو ماذا وإنان إن لقدم بيسينين إن زائداء ما إن زيد وإنان لدهن والله خبر كي وإنان إلا لقلينين سدح ذا شرط بوشيغة وحكتكي معمول الخبر وإن الله هربرين إلا ظرف يجار يمجر إنو يهيموية معمول الخبر خبر وحكو عمل فلي وإن الله سوه هربرين إلا معمول الخبر كظرف يجار يمجرور إنو يهيموية أفرتا شرطي أي يكو عمل سيان قولا ذي حجازيين لو الشرط يوكا لقولا كدرا وإن الإبدال لقب بدي وإن موجب لقب بدي إيو وحبي شك شيغان لكن أفرتا شرطي أي مهمة أفرتا شرطي هدين له له ماذا سيد اللي سيو عمل سينا يان حجازيين اسمي يكون رفعنا يان خبر كي يكون نصبنا يان قرآن كلام موضع كريه كقصوى أرورتين ماذا سيد اللي سيو عمل فلي لوضي موضع لوضي شرح مثالي ما هذا بشرا يما هم هن أمهاتين لوضع لفظ كريه كقصوى أرورتين وما ماذي النافية النافية ضاهي عند الحجازيين حجازيين أكتو ذا حال أي خسوان تهي كالليسا الليسا أي يلمي تهي عند الحجازيين ظرف كاسي حالة وهي في محل النسب بيالا صاحب الحال وماذا عند السيبويه واي سيبويه ما أقول مبتدأ إن صاحب الحال ونغنكره غير السيبويه ما أقول وحي ليهين كالليسا جارة مجرور كاسي الضمير كو أسطران يحالك يهي سبب بانكين يا خلاف كامركين نغان دورنا إن تقدم الاسم اسمي وهدي أهربره أو ولم يسبق عن لغلا هربرين بإن إن زائدة عن لغلا هربرين ولا بمعمول الخبر خبر كمعمول كيسين عن لغلا هربرين إلا هذا هو ما الشيء إلا شرطك لو كتجي دونا
إلى ولا بمعمول الخبرين على جل هربرين إلا ظرف ظرف حاله يهمي وجار وجر حاله يهمي ولا اقترن الخبر وخبر كينا بإلا أسلح رسلين نحو ما هذا بشرا اعلم واحد وقاته أنهم نحويين أما عربته أجروا ويسع السيين ثلاثة سدح أو من حروف النفي كمدا مجرى ليس ليس ما شيء ليس عدسيين في رفع الاسم اسم رفع انتي سئية والنصب الخبر خبر كنسب انتي أي كس عدسيين وهي سدح لاسي ما إيا ولا إيا ولا توي إن أي كتغي ولكل مثل أركا منها كل قوة منها سدح ذا كمده وحاوسقنا هذا كلام كهذا أو يخصها خصيصي ولكل متكستا أي أسقنا هذا كل قوة منها سدح ذا كمده كلام هذا يخصها خصيصي والكلام هذا الآن هذا الله هذا فيما أي كسوغن يهي وإعمالها عمل سين تيذا عمل ليس عمل سيانا لغة الحجازيين حجازيين لغة ذوي وهي لغة سي اللغة اللغوية القوية إحوق بذن وبها لغة سجاء كيمد التنزيل كيل سودجي قرآن كوية كيمد قال الله تعالى ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم ما حرف النفي مبني على السكون ما حرف النفي تعمل عملا ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على السكون لا محل له من الاعراب ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الاعراب ذا اسم ما مبني على السكون في محل النصب اسم ما بشرنا خبر كيو نصب ما هن امهاتهم ما حرف النفي تعمل عملا ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على السكون لا محل له من الاعراب هن الهاء اسم ما مبني على الضم في محل النصب في محل الرفع اسم الماء والنون حرف دال على جمع الإناث أمهاتي خبر ما منصوب علامة النصب كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث صارم أمهاتي مضاف والهاء مضاف إليه مبني على كسر في محل الجر والميم حرف دال على جمع الذكور صح صباح ولإعمالها عمل سين تذا يوصقنا عندهم حجازين أكتو ذا يوصقنا ثلاثة شروط سدح شرط أن يتقدم اسمها اسم كذا وإنه هربرو على خبرها خبر كذا وإنه كهربرو والله تقترين وإن يلحر لسنين بإن إن وإن يلحر لسنين انت أزائدة أزائدة ظاهد ولا خبرها خبر كذا وإنه سلحر لسنين بإلا فلهذا صدى درت هذا وكسد حدي شرطي أن يتقدم اسمها على خبرها والله يقترين بإن أزائدة ولا خبرها بإلا وإنه سلحر لسنين مركب حوكة تقي معمول خبر كأنه هربر لكن ما تني لو قريه ما تني فلهذا سيدا درت هذا أهملت له عمل هلية في قولهم هذا القول في المثل ما هذا وحي راهدين في المثل مثال أي الله جمعية مثال فعال فعل له جمعية وكا وفعل الاسم فعال كلمة اسمك استو أفر حرفة جامدنا قبل الآخر كان مدأ يؤطال له واو ريبا ألف ريبا يأ ريبا يفعل له جمعية سيدا كتاب كتب رسول رسل مثال مثل ساسا له جمعية وكا وفعل الاسم الرباعي بمن تزيد قبل الله من إعلالا فقط ما لم يضعف إلى عمد الألف وهي في قولهم هذا الكود في المثل مهما هذا وحي راهدين ما مسيء من حمان سميي معها من قف أعتبى عن أنزولي وحي أجيدان قف باكو قفي مركو كوجف كدب وكوي كوي مد وكره اللي جليه إني هو أن كوجف الرالي أهو مرد بمن نقول وكره اللي جليه إنك حمار موسى سميني إن الله حناقر مناسب كماها إن لا الرالي نقدون مناسب كويه مثل فاني مثل كبعني واسلة وارم معنا صحة عتبة وعران توي لفظها همزة هذه اللي قدروا عتبة اللي هذا همزة همزة الصلب بالي هذا همزة النقل هي همزة الصلب مركي إذا جاري دونا إن شاء الله همزة الصلب وحوي فعل معنيه زي بدلي معنيه هوري معنا أنا هنا يسيني عتبة وعنا أنت سماها عنا أنت بيك سيبي عنا الآن يكديك همزة مرخ القدر عتبة وعنا نزولية وعنا أنت بيك زولية عنا الآن بوك هديك صحيح وما فإن يستعتبوا فما هم من المعتبين من عتبة بيك تبين فما هم من المعتبين وكما عنا أنت اللي قد دين يما أهوي معنه وعنا أنا يا وعيب يسيهن جهنم يكون جراني مرك ما مسيء من حمان سميي ماءها من قف اعتبى عن نزولي وحي لو عنان لها كتوبه كينيا كنقدي ان اريدك امتحان وافعنا له لكن اسكا اعرابه ما نافيه ملغاه لا بل لها مسيء خبر مقدم مبني على مرفوع على رفع ضمه ظاهره من مبتدا مؤخر اعتبى وصلتي صح واي اعرابك وصح اعراب لبات
ما نافية مسيء ومبتدا من وافاعل سد بسد الخبر واسمه يفاعله وخبرك محوها ومبتديه قادني مرفوع سد بسد الخبر سد إلا قد قانا وبنانتاي. فلهذا أهملت في قوله في المثل ما مسيء من اعتبى لتقديم الخبر خبر هربنتي صدرت هذا. وفي قوله شاعر هذا الكي أي لو عمل هلليي بني غدانة ما إن أنتم مذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة يا بني غدانة هي بني غدانة ما إن أنتم إذنك ذهب ذهب متهدين ولا صريف في الضنى متهدين ولكن أنتم إذك الخزف جليباتين أما روباتين. يعني قولوا عيني يا وحولي هي بني آدم كوا سدح غيب قولوا غيب تأسري ذهبوا هاي قولنا غيب تسيكو حيقان وافي الله كلي وافي عيه قولنا وا على وجه الأرض وروبوك لكلها خزف علي هذا ويلاشا لقى السمايو عرضا روبضا لقى السمايو يا خزف لي هذا ويلاشا سوكالاتي وهذه سيدة الله طب تهرد كجبيسان مع واحد تين ملي بني غدانة منادى حرف نديه وكقوي بني غدانة يا بني غدانة ما إن أنتم إذيك ذهب ذهب متهدين ولا صريف في الضنى متهدين ولكن أنتم إذيك الخزف جلي إياتين محل شاهدك ما إن أنتم ما هذه ملغاة الله عمل الله سببتها إن أي دبردي هذا يشتغل لوجود إن جوغد إذا أنت المذكورة للشيغة أي جوغتها. وفي قوله تعالى يا لوئ الغيي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما أمرنا إلا واحدة لاقتران خبرها خبر كذا لحرير سيدرت أي لو عمل هل يبي إلا أول حرير سيدي وبنو تميم خي بنو تميم ابن عثيمين قال الذي سوي عليه رحمة الله لا يعملون ما عمل سينيان ما لفظ ما الشيء وحكوا عمل سين ميان ولو استوفت هبا أوفسطوا الشروط شروطي الثلاثة استدح ذا هيد هبا أوفسطي فيقولون وحيدها يان ما زيد قائم ويقرؤون وحي أغرين يان ما هذا بشر ويقرؤون ذا لما معنى مدن بوجي ذا إن قرادوا أيهو اللغة أهان توضى النوع سيقوتو سنان لهيد أكوهدو يما هي غير الشادة ياسلا مرتايو أخريان إن أكوهدو لكن قراء رسولك أن كسوك لأننا أغرين أيان أيقوا اللقضوا ذا أيوا فجين أيان باطل وآيتها بجد وآي القرآن هو متبع وسنة متبع ولا راعي وقواعد عربية يلا وافجين أيان ما القرآن يهيمن العربية ليلها عربية ذا سيئة ما مرية لا نافية وكذا وحال مذي لا الذي النافية النافية ضاهد في الشعر الشعر نحدي سحالة يكسوك أنتهي بشرط تنكير معموليها لوذا هذا معمول لك لأن مديس الشرط هذا معي نحو تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا حرف كاللوذا يسيد اللي يسوء عمل فلي يلاوي لا ذاس بشروط أربعة أفر شرط أيكو عمل فلي سدح شرط ماذا يلو ذاكته إن وإن أن لد برهدين شرط قاك بحي سدح ذيك يلو ذاكته هيد وإن الخبر كذا إلا لجلين اسمه وإنه هو رياح خبر كذا مياه خبر وإنه سن هربري معمول الخبر وإنه سن هربري سد أحلى وإلو ذاك ده شرط جونيه مختلف إنه ولادة هيو اسمه يا خبر كنا كرتين وإنه يهين لكن شرط جا هو مختلف ولسكو خلاف سيجاي ابن هشام لكن وضعه سومري ابن مالك عليه رحمة الله رأي يسوى إسخلاف مروح يرى هذا سد ابن هشام كوكال اسمه يا خبر كونه نكرتين مرة وحو يرى هذا ما يمعرفة دون نقضى حتى نب ماله بيت باتشري لك ياني والنابغة جعذنين لي يرى هذا وليها بدت فعل ذي ود فلما طبيعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادية وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها مزباهوس وقورية تو بدت فعل ذي ود بيت كوري مقورية خلا ما دو قورية ابن عقيل كان بيت كوري قورية بدت فعل ذي ود قبر بك هاد لي روح اجعل سيدي سيقول نغانتي كلها يا وحي موجسين إجعشها فلما طبيعتها مركها راعينة تولت وإجتت وبقت حاجتي في فؤادية ضمت إذا قلبي يكون باقية شو إغتكت وحل سوى هذا القلبي قلبي سواتك سيدكتي يعني وماشا قلبي وحي دقا وحل وذاقي كلا أسنجيني مؤمنين تا ماشا سوى حكاد دقا أكليا إله يرسولك سجعيل كوضو عدكالو ديقي كرتام مالي سوى هذا القلبي اللي يراده لا أنا أنو باغيا من طلب يميه سواها إذا عذانهين ولا عن حبها جعل كذا متراخيا من كذب دعي يميه لا أنا باغيا بيت كاسي ابن مالك وحو يرى واسعون كريا
oo ana ismigii waa damiir waa macrifo maca dalika waa socon karaya marna wuxuu yidhi may may waa inuu nakira noqdaa marka ra'yigiisa wuu iskhilaafay sida raajixa oo nakiranimadaasi maxoog badna shardiga wakada laa ayaa la mid e laadii annaafiyatu ee naafiyada ahayd fi shicri shicri xaal ay ku sugan tahay bishardi tankiiri macmuulayhaa labadeeda macmuul nakiranimadiisa shardigeeda xaal uu ku sugan yahay naxwu tacazza sabarnii yahowni falaa shayun waxba baaqiyan mid ku baaqi ahaanaya ma aha calal ardi dhulka ku baaqi ahaan maaye walaa wasanun meel la magangalo waaqiyan mid ilaalinaya ma aha mimaa shayga qad allaahu alla uu xukumo yacni nin murugaysnaa ayuu sabar siinaya aa laga dhintay iyo wax lamid a markaasuu leeyahay niyow iska sabar adduunyada wax ku baaqi ahaanaya ma jiro qof walba waa tegaya kow xukumkii allana wax horjoogsan karaa ma jiro marka sabar tacazza sabar falaa shay-un waxba baaqiyan mid ku baaqi noqonaya ma aha calal ardi dhulka dushi walaa wasanun meel la magangalo waaqiyan mid ilaalinaya ma aha mimaa waxa qad allaahu alla uu xukumo macallu shaahidka falaa shay-un ismigii baaqiyanna khabarkii walaa wasanun ismigii waaqiyanna khabarkii alxarfu thaanii xarafka labaad mimaa kii xaal uu ka mid yahay yacmalu camal falaya camala laysa laa weeye ka qowli shaaciri gabayaa hadalkii tacazza falaa shay-un cala alardi baaqiyan walaa wasanun mimaa qad allahu waaqiyan tacazza sabar falaa shay-un waxba baaqiyan mid ku baaqi noqonaya ma aha cala alardi dhulka dushii walaa wasanun meel la magangalo waaqiyan mid ilaalinaya ma aha mimaa wixii qad allahu alla uu xukumo walicmaalihaa camalsiinteeda ayuu usugnaaday arbacatu shuruudin afar shardi an yataqadama ismuhaa ismigeeda waa inuu hormaro wa anlaa yaqtarina khabaruhaa khabarkeeda waa inuusan la xidhiirsanin biilaa wa an yakuuna ismuhaa ismigeeda iyo wakhabaruhaa nakiratayni waa inay yihiin wa an yakuuna dalika fi shicri gabay waa inuu ku sugan yahay laa fi nahri hadal nahri ee maay ma ku camal fali karto falaa yajuusu ma banaana icmaaluhaa camalsiinteeda fii naxwi laa afdalu minka axadun waayo axad ayaa wuxuu yahay ismigii afdalna khabarkii buu noqon lahaa waa lasoo kala hormariyey mar haddii lasoo kala hormariyey laa afdalu khabar muqadam in lagu rafciyo wey saas yahay laakiin anigu ii fadxiyay fadxaha wax tira maaha laa afdalu haddaan leedahay tacmalu camala ina laga dhigin laakiin tacmalu camala ina kama hadlihaye tacmalu camala laysu ka hadlayaaye afdalu khabarnima in lagu rafciyo axaduna ismigii laga dhigo laa afdalu mid kaa fadli badan minka waa mid kaa fadli badan ma uusan ahaanin wey khabarkaad ridi laa afdalu mid kaa fadli badan ma uusan ahaanin minka adiga kaa fadli badan axadun qofna mid kaa fadli badan mal ujeeda laa axadun afdal wey macnihii walaa fii naxwi laa axadun ilaa afdalu minka iyaduna in la camal siiya ma banaana axadun in la rafciya waajiba laa axadun qofna maba jiro ilaa afdalu mid fadli badan weeye minka adiga kaa fadli badan waayo ilaa baa gashay walaa fii naxwi laa qaa'imun mid taagan ma aha zaydu ninkii zayd aha walaa camru camarna ma taagna iyaduna in la camal siiya ma banaano oo ismigii iyo khabarkii baa waxaa soo hormaray ismigii khabarkii aa soo hormaray walihaada sidaa darteeda gullida lagu gef xukumiyey almutanabbi maya waxaan ujeedaa laa zaydun afdalu ismigiiaana kira macrifo noqday laa zaydu inuu dhahaa ficnada laakiin walihaada sidaa darteeda gullida waxaa lagu gef xukumiyey almutanabbi kii nabiga iska dhigay nabinimada sheegtay fii qowlihi idal juudu lam yurzaq khalaasa min alada fala alxamdu maksuuban wala albaalu baaqiya almutanabbi abutayib axmeda la yidhahdaa magacii qoladii cabaasiyiinta gabayaa weyn buu ahaa cabaasiyiinta ayuu u gabyi jiray marka mutanabbi waxaa loogu bixiyey waa laisku khilaafsan yahay hor almutanabbi kii nabinimada sheegtay wey laftiga macnihii sababka loogu bixiyaa laisku khilaafsan yahay qole waxay leeyihi nabinimuba sheegtay oo nabi baan ahay buu yidhi qolena nabi ma uusan sheeganine waxay yidhaahdeen beyd waxoogaa nabinimo sheegasho u eegu tiriyey oo aniga nabi saalax oo kale aan ahay buu dhahay oo reethamuud sidii qariib ugu dhex ahaa si lamidaan anigu hee nabinimaa sheegatay yidhahay qolo kalena waxay yidhaahdeen qoladan gabayaaga ah waxay ka ugaarsadaan ma ogtahay waxay ka qaraabtaan ugaarsi lama dhaho ka qaraabtaan waay waxay ka qaraabtaan qolada madaxda yay u gabyaan xoogaa ka helaan markaasuu qoladii ka qaraaban jirtay gabayaaga ahayd ee madaxda iyo waxaan ku dhadhoweyd yuu ka gabay badiye khataroo gabayga aad u yaqaanu ahaa uu uga hoosmaray markuu uga hoos maray ceeb u raadiyeen waxay yidhahdeen kan nabinimo sheeganhayba ayagaa suuqa u geliyay mutanabbi ehee nabinimo ma uusan sheeganin baa laleeyahay u dambaysadii waa la dilay mogta madaxa laguma dhodhowaado kheyr male cid aan saaxiib lahaynaa jirtaa weligeedba
saddex qolo midna saaxiib male la yidhaahdaa, hal qolo iga badaa laba qolo, madax saaxiib male, haweenna saaxiib male la yidhaahdaa. Hee, madax iyo dowlad iyo waxna lagama agdhawaado, haddaad ka agdhawaato saa saaxiib u tihiin, wax yaroo khalad ah hadduu kugu arko kuma dhaafay. Askariga aada saaxiibka tihiin ood maaragtay isku fiican tihiin, maalinka dambe adoo kibaadhaha soo halmaamay hadduu ku arko gudahana kugu tuura ama laalooshu kaa qaadani, ma jirto saaxiib male. Madaxduna waa sida ayagaaba ku mahmaha, waxay yidhaahdeen siyaasadda saaxiib joogta ma lahee, dan joogta ay leedahay kulaha. Hee, kaad maanta saaxiib ahaydeen beri waa isdagaalaysaan, kaad beri colki ahaydeenna waa saaxiibaysaan, saaxiib male. Marka haweenkana sidaa waaye, intaad isku fiican tihiin waa inta uun ay arrintu fiican tahay, markaad waxoogaa waa kala dhimanaysaa, khalaas. ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل ما بغشى وحب تملاق هنا جعل إسكو دجين وكان نك يناك تكد حياة بين بين واي جعل إسكو دجين واي وأنت على إسكو دنا يسنا ما كان أريد عمارة خلاص والو خلا دقائق وهي وهي هي برجع إيه نك كان ما راح دو أجاب يجري ما لينك دم وحقاير وبيكو أركي حبس يا الغطور ولا لدلي كو أزوا كنتين وحقاير لدلي. marka abutalab bin ninkaasaa la dhihi jiray. ee ninkan macnaha uu ka gabyayo waa macno saxiixa, wuxuuna leeyahay xoolaad bixisay, sadaqaad la baxday, sadaqadanna dhib kama aadan daynin, dhibaad raacisay. aayad qur-aani soo ma ahayn laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa, manni iyo adaad raacisay, oo ruuxii aad xoogaaga siisay meel walba waad kaga sheekayniba. waxaad leedahay ninkii hebel ahaa maalin hore asagoo sakaraad nafta ka bixi rabtay yaan saxan bariis u qaaday, naftaaba kusoo noqotay, markuu waaba ku ladnaaday ninkii, meeshaad ku aragtaba waa uga sheekayni, ama ma ahe asagiyaad ku bannaysani. oo markaad aragtaba waxaad leedahay iyo maalin hore si fiican aan kuu galay, maaragtay nafaa ku haysay, xoogaa ku siiyey, maaragtay waxaan kuu taray, markaad aragtaba waad ku bannaysani. sadaqadaadi maxay noqoni? hal bacaad lagu lisay, kow xoolahaadina awa xoolihii aada bixisay waa kaa tageen. marka wuxuu leeyahay haddaadan sadaqada dhibka ka daynin, xoolihiina way ku dhaafayaan oo waad bixisay, fala alxamdu maksuuban, ammaan ilaah xaggii uu ku ammaano ama makhluuqa ay ku ammaanaanna heli maysid. ninkaa hebel emiya la leeyahay, wallaahi ninkaas muxuu ahaa naf hadday i haysana shini kama rabo. maxaa dhacay? hee, waaba i ceebaynayaa shini hadduu isu enkaan, ani waa arkay nin sidaa ah, odaygoo caruur hataaba uusan lahayn, qolo qaraaba waxba aan haysanin, asna waxoogaa buu haystay. magaaladu imaana baadiyu degay xoolu haystaa loo iyo wax saasa, suuquu keenaya afmada waay suuqa markuu keeno u gado kuwa dhalinyaroo ilma adeeradiisa hoo iska gaajaysan yuu maqaaxi geyna way dhergayaan maalinka had dhergaanahay maxay kuugu taan cer iyo dhulha laga ogaani. mid waxaa jira marka aad agtiisa soo baraynin oo muxuu ahaa kaale wariya qadaan igama bixinaysid le soco wariya maalinka dambe dhowreya ninka xoolu haysta malayna maxaa dhacay? ninkan haddii aan kaa bixiya diida muxuu ahaa? mid kale wuxuu dhahay war niyo annaga nafaana haysa nagu kaadili haysa mooye xoolahaada ma wax la cunaa inkaar kugu dhacday ninkan sakaraad waaye gaajaa dili haysa laakiin waxaan aad samaynayuu diidihay mannigan iyo balaayadan oo maxaa ka galay kulaha anig haddaan iska banay isaguu iska cuyin maxaa ka galay anaa iska faafaani hayay marka bini aadamku kolba ninba nooc waay ida aljuudu idaa lam yurzaq haddii aan la bixinin aljuudu deeqda lam yurzaq aan la bixinin khalaasan xaal ka fakari oo khaalis ka tahay milal adaa dhib fala alxamdu ammaan ilaah uu ku ammaano ama bini aadam ay ku ammaanaan maksuuban mid la kasbanaya ma noqonayo walal maalu xoolihiina baaqiyan kuma joogaya maaha xoolihiina waa kaa tegayaan ammaanna heli maysa idaa lam yurzaq haddii aan lagu bixinin ayaan la bixinin aljuudu deeqda lam yurzaq aan la bixinin khalaasan khaalisan xaal u yahay mid ka fakaday minal adaa dhib fala alxamdu ammaan maksuuban mid la kasbanaya ma aha walal maalu xoolana baaqiyan mid jooga maxalu shaahidka fala alxamdu maksuuban ismigii ismi macrifu ka dhigay soo maaha walal maaluna sidoo kale maca dalika laadi wuu camal siiyey mutarabbi waa lagu gaf xukmiyey sidaa ayuu ku wadaa laakiin bacdi naxwiyiinta ka mid ah waxay leeyihiin ismiga inuu macrifo noqdaa wax dhibaato ay kuma jirto waa noqon karaya waqad sarraxtu waan cadday halkani wuxuu wadaa laadaa tacmalu camala laysa afar shardi buu u sheegay soo maaha afarta shardi matniga laba shardi keliya uu ku sheegay
ismiga iyo khabarkana kiratay way inay yihiin shicirna way inay ku dhex sugan tahay labadaa shartii buu sheegay labadii kale ma uusan sheegin labadii kale waxaanan u sheegin dee maadaa looga qiyaasani kulaha maadaa ka xoog badan maadii ka xoog badan maadaama shuruudaa loo shardiyey dee laasim iyadana waa loo shartini intaasuu soo wadaa inuu yidhaahdo waqad sarraxtu waan caddeeyey bishartayni laba shardi alakhiireyni ee dambe waa wakaltu waa waxaan u wakaashay macrifat alawalayni labada hore garashadoodana ila alqiyaasi qiyaas ayaan u wakaashay lianna maa lafdiga ma ah aqwaa mid ka xoog badan weeye min laa ayay ka xoog badan tahay walihaadaa sidaa darteeda ayay tacmalu u camal fali fi nathri xataa hadalka caadiga ay ugu camal fali waqad ushturida waa la shardiyey fii maa maa waxaa loo shardiyey alla yataqadama khabaruhaa khabarkeeda inuusan horbarin walaa yaqtarina biilaana uusan la xiriirsanin فأما اشتراط الله يقترن الاسم اسمي وإنه اسمي لا وإنه سنحر سنين بإن شرط قاسي فلا حاجة وحدنا له شرط قال الله بغبه هنا هالكني لأن اسم الله لا اسم هذا لا يقترن لا بحر يسده بإن إن لم يحر يسده لا تأنا فيه ولا تا لا لفظ لا تأها لكن في الحين أيكو عمل فلي ولا تا ياسد اللي يسو عمل فلي لكن في الحين أيك عمل فلي ولا يجمع بين جزئيها لبدأ إذا جزءنا لكل من مايو والغالب سيد حوق بظن حذف المرفوعي مرفوعي إن لحذفوية نحو ولا تحين مناسب لا تسيد اللي يسوي عمل فلي بشروط ستة لح شرط أيك عمل فلي لحدا شرط سد ماذا إلا وذاكته هلنا اللذا إلا وذاكته سلمنا إذا قولني أولا سد ماذا إلا وذاكته أيو وسد حذي اللابا إلا وذاكيسي اسمك يا خبرك على النظم المعروف وين يكون مادان اسمك وي يا الا وين لقلين خبرك وين معمول الخبر وين وحس يعني الا وين لقلين يا وين صار مالي سد على شرطي ماذا اللي وذاكته اسمك يا خبرك النكرتين وين يهين لا ذي اللي وذاكته افر شرطي واي لا بشرطنا اذا قولني اولي اسمك يا خبرك لفظ الحين وإن النغضة والشرطي شرطي اللبات مدوى إلا حدفه مو ذا جوقي كريان لحظة شرطي أي الله شرطي لحظة شرطي أنكو عليهم ماذا سدح شرطي أي اللو ذاك تاه اسمك يا خبرك على النظم المعروف وإن يكوي مادا اسمك وإن هو الرياء خبرك وإن الضبي والشرطي شرطي اللبات خبرك وإن إلا لقلين شرطي سدحات معمول الخبر وإن سنهر مرين سد حدا شرطي ماذا يلو ذاكته هل شرطينا لا ذا يلو ذاكته أيو اسمي يا خبر كما كرتين وينيه أفر شرطي واحد لما شرطينا إذا قولني أولي اسمي يا خبر كحين وينو يهي كو مدوى إلا حدفة حين وينو يهي معناها اللغة جيدا لسكو خلاف سيهي قالوا حيليهن حقيا يأي النون وينو النغضة لا حين يوحس وينو النغضة لا تحين وينو النغضة قال روح إليه ما يحين حي النون يا كل لازم ما هي حين وظرف الزمان مبهمة ظرف الزمان مبهمة وإنه يهي يا لوج إذا أو حين يا وقت يا ساعة يا قلنا سأس كبابة أو اسمي وإنه نقول كران قال روح إليه ما يحي النون يا يأ وإنه نقضى اللفظ الحين وإنه نقضى قارب على وكا ولا تلفظ قال لا تا يا سيد اللي يسوى عمل فلي لكن في الحين أيكو عمل فلي ولا يجمع ولا جمعين مايو بين جزئيها لبدأ إذا جزء لجمعين مايو ولا بدأ شرط يقولني ذا أرهيد لفظ الحين وإنه يهي لبدأ جزء ما وذا جوجي كراني مدوى إلا حذفه ولا غالب صدى فرها بظن حذف المرفوعي اسمك إلا حذفوي نحو ولا تحين مناصب لا تحرف النفي لا حرف النفي تا ذا زائدوي تا تا وتانيث وحلوية قانا فعل غي قشا اسمك أنا وي قشا تا وتانيث ساكنة مركا أي تاي فعل غماضي غي خاص كتاي قامت قعدت متحركة مركا أي تاينا فعل ما فعل مضارع نوي قشا اسمنا نوي قشا فعل مضارع أول كيك قشا تقوم مؤنث نوح اسمنا آخر كيك قشا قائمة ضاربة صباحا تاء تأنيث حرف إن لقليا لا يجوز وحلو أركي سدح موضع سدح لا سوا لا تا يربة تا يثم تا سدح لا سالو أركا ويهي لا تمرك الذي نافية هاي ذو تألو زيادية ويهي تأذن لتوكيد النفي نفي قوم بيسي أتكيني مركا لا تعمل عملا ليس ترفع الاسم وتنسب الخبر وتاء حرف لتأنيث اللفظي لفظي قالوا تأنيث نية أما لتوكيد النفي حين ولا واسمها محذوف تقديره حين ولا تحين حين مناصب
حين تاس حذفا يا اسمي يا حين مناسنا وخبر كيو نسبسا. الثالث كياس الدحاد مما كي حال وكمدها يعمل عمل فلا يا عملا ليس لا توي وهي لا تراس الله وهي الذي النافية النافية ظاهرة زيدة لغضري عليها كرك هذا أطاء تألو زيادية لتأنيث اللفظ لفظك تأنيث انتي سألو زيادية أو للمبالغة كحال الإراشة في النفي نفي الوحي الإيران يأي اللو زيادية لبضا منه. وشرط إعمالها عمل سنت هذا شرط أن يكون اسمها اسم كذا وإنه يهي يو خبرها خبر كذا لفظ الحين حين لفظي وإنه يهي. الثاني كسد كلا بعضنا أن يحذف وإن لحذفه أحد الجزئين لبدا الجزء وإن لحذفه والغالب السنة فراها بضن أن يكون وإنه يهي المحذوف كلا حذفه اسمها كقوله تعالى فلا دو ولا تحين مناص وتقدير وحوي والله أعلم فنادوا فنادى بعضهم قارك ولا بعضا الرواغي أن ليس الحين وقت جئنوا صنعين حين مناسي وقت عرق أي فرار أي فرار وهروب وقت عرق إنه صنعين. وقد يحذف إلا حذف سورة وذا خبرها خبر كذا أو يبقى اسمها اسم كذا أو باقي نغضنا ويدعيك كقراءة بعضهم قارك وذا أغرنتي سوي ولا تحين مناسي أي أغرين بالرفع والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.